تخيل أنك تعزم واحد على عشاء بسيط ويجيب معه 3000 رجل يتعشون معه، والعشاء في الأصل ما يكفي إلا 3 رجال، إيش بتكون ردة فعله؟ هذا الموقف حصل في هذه المعركة مع واحد من الصحابة كان اسمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أوامر يسويها، فحصل شيء بيخليك عاجز عن الكلام من الصدمة. معركة اليوم مليانة مواقف ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ما عمرك سمعت فيها، وبطولات صادمة للصحابة رضي الله عنه، وأغلب هذه المواقف والبطولات والمعجزات ما عمرنا سمعنا فيها. ففيها شاف النبي صلى الله عليه وسلم قصور كسرى وقصور الشام واليمن، وكانت خطة المسلمين في معركة اليوم خطة فارسية، ما كانوا العرب يعرفون هذه الخطة، واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى نام من التعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير واموركم إن شاء الله تمام. أتمنى أن يكون لبسي مرتب شويتين، أحس أني مبهدل لكن الله المستعان. معركة اليوم لها اسمين، اسم تاريخي واسم قرآني. معركة الخندق هو الاسم التاريخي، ومعركة الأحزاب هو الاسم القرآني. معركة اليوم ذكرت في القرآن وفيها أحداث كثيرة جدا، واحتمال أنها تكون الحقيقة على جزئين بسبب أنها فيها أحداث كثيرة، ولازم أقول لكم التفاصيل اللي موجودة في هذه المعركة لأنها جدا مثيرة وصدمتني وراح تصدمك زي ما صدمت. جهز لك شيء تاكل، ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، أكتب أنس أكشن وبإذن الله أطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. كان في المدينة المنورة 3 قبائل من أهل الكتاب، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 2 من هذه القبائل خرجوا من المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هم بنو قينقاع وبنو النضير، وما بقي في المدينة إلا بنو قريظة. أجل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلتين، بنو قينقاع بعد معركة بدر، بعد ما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، يعني ما يعرفون يقاتلون، إنك وقاتلتنا لا عرفت إن نحن الناس وإنك لن تلقى مثلنا. بعدها أخذتهم العزة بالإثم وتحرشوا في إمرأة، حاولوا يكشفون جسدها، فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وهربوا بنو قينقاع إلى الشام خوفا على حياته. أما بني نظير فحاولوا يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وبعدها أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى خيبر، وما بقي في المدينة إلا بنو قريظة. طبعا بعد ما خرجوا إلى خيبر بنو النظير، وفي سنة 5 هجري يعني تقريبا بعدها بأشهر بسيطة، كان وقتها الأرض جافة ما فيها نبات، جات على الأرض موجة جفاف، فما كان الناس يلقون الأكل، والمزارعين حصدوا الزرع فأكلوا منه باعوا وتصدقوا، فكان في حالة جوع في هذيك السنة منتشرة في كل القبائل. خرج من خيبر سادة بنو النضير وتوجهوا إلى مكة، يبغون يقنعون قريش على إنهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوجهون بجيش كبير يقتلون فيه محمد، وكان فيهم حيي ابن أخطب واللي كان هو السبب الرئيسي في إجلاء بني النضير، هو اللي صدق عبد الله بن أبي سلول في وعوده الكاذبة، وكان سبب في إجلاء إلى خيبر. طبعا توجهوا هذا النفر من بنو النضير إلى قريش، وأول ما وصلوا وسمع فيهم أبو سفيان قام يرحب فيهم، بس إنهم قالوا له يا أبو سفيان مو وقت الترحيب، يا أبو سفيان اسمعنا نحن معك حتى نستأصل محمدا. قال أبو سفيان إيش تبغون بالضبط؟ قالوا يا أبو سفيان حنا معك عشان نقتل محمد. قال أبو سفيان هذا اللي جابكم؟ قالوا إيه نعم، أخرجنا محمد من يثرب وأتينا نحالفكم عليه، نحالفكم على عداوته وقتله. قال أبو سفيان إيش العيد اللي أنا فيه الحين؟ مرحبا ألف، مرحبا تريليون، أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. فقالوا الله يسلمك يا أبو سفيان، بس اسمع عندنا فكرة ولازم تسمعنا فيها، أخرج 50 رجل من بطون قريش يعني من سادته وأنت فيهم، ندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بها، ثم نحلف بالله جميعا ألا يخذل بعضنا بعضا وأن نكون كلمة واحدة، نقاتل محمدا إلى آخر نفس، ما حد يتراجع منا، يا نقتله يا نموت. قال أبو سفيان يا شيخ الله لا يحرمني يا شيخ، من وين جايت؟ تبغى نطلع فوق الكعبة؟ وكتبوا عقد بينهم ودخلوا بين أستار الكعبة يحلفون بالله ما حد يترك الثاني، يا رأس محمد يا هم. خلاص تم العقد بينهم، وجو بنو النضير يخرجون من مكة يروحون للقبائل الثانية يحرضون، بس أبو سفيان نادى عليهم يا بنو النضير ألستم أهل العلم والكتاب الأول؟ قالوا بنو النضير إيه نحن أهل العلم
والكتاب الأول. ماذا بك يا أبو سفيان؟ فقال أبو سفيان: أسألكم بالله، ديننا خير أم دين محمد؟ التفتوا بين النظير لبعض، يعرفون بأن دين محمد خير مما يعبدون، وقالوا: أنتم تعظمون البيت؟ ها؟ أنتم تعظمون البيت؟ وأنتم تقومون على السقاية؟ سقاية الحجاج؟ وأنتم خدام هذا البيت؟ أنتم أفضل، قطعا أنتم أفضل. بس أبو سفيان شاف فيهم تردد، فقالوا بنو النظير: تبغون دليل قاطع؟ وين أصنامكم؟ هذه أصنامكم؟ فسجدوا بنو النظير كلهم لأصنام قريش، فاقتنعوا قريش بعد ما سجدوا بنو النظير إلى أصنام. وما كانت من عادات بنو النظير ولا قبائل أهل الكتاب إنهم يسجدون للأصنام. فخرجوا سادة بنو النظير دولة ولفوا بقية القبائل، فبدوا يقنعون بقية القبائل، وجلسوا على هذا الحال إلين جمعوا جيش بعشرة آلاف محارب، 300 فارس منهم و1500 بعير، ومن العشرة آلاف محارب هذولا 4000 من قريش. فعشان كذا كان أبو سفيان قائد على هذا الجيش. الحين الخطة اكتملت، بس حيي بن الأخطب كان عنده فكرة ثانية، فكرة جديدة بس احتفظ بها لنفسه. كان في عقله أن بنو قريظة في المدينة وهم على نفس ملته، صح أن بينهم وبين محمد عهد، بس برضه لو أقنعناهم يهجمون من الداخل كذا بيتدمر محمد، مستحيل 100% إنه ينجو. بس احتفظ بهذه الفكرة لنفسه. وصل الخبر للمسلمين بأن جيش من 10,000 رجل جايين يغزون المدينة. أمر كان جدا مرعب، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاورهم في الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بكثرة في أوقات الحروب، ما يحتكر الأمر لنفسه. فكان بعض الصحابة يقول: نخرج خارج المدينة ونقاتلهم خارج المدينة، وكان البعض والأغلبية يقولون: لا، نجلس في المدينة ونقاتلهم من داخل المدينة. فجلسوا يتنازعون ويتناقشون حتى اجتمعوا على أنهم يبقون في المدينة، بس كان بينهم رجل ما كان عربي، كان مسلم بس ما كان عربي، كان فارسي الأصل، كان اسمه سلمان الفارسي. قال: يا رسول الله، أنا عندي رأي يا رسول الله مختلف عنكم كل رأيي. يا رسول الله، إن في بلاد فارس إذا تحزبت الجيوش علينا وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، حفرنا الخنادق، فيصير صعب على المشاه والفرسان أنهم يتجاوزون هذا الخندق، فهل لك يا رسول الله أن نبقى في المدينة ونخندق عليها؟ اندهش المسلمين من الفكرة، كانت الفكرة جدا رهيبة، طريقة ما كان يعرفونها العرب، طريقة جديدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يطلعون المساحي والفؤوس والمعاول عشان يبدون في الحفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 رجل بأنهم يحفرون الخندق، يعني كان جيش المسلمين 3,000 رجل فقط. بدأ المسلمين يحفرون الخندق، ما كانوا الصحابة وحدهم هم اللي يشتغلون، نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وحفر معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق، يشتغل معهم وينشدون مع بعض، كانوا ينشدون الأناشيد، وكانت معنوياتهم جدا مرتفعة وجدا عالية، ولا كأنهم بيواجهون 10,000 رجل وهم 3,000 فقط. في قلوبهم طمأنينة وإيمان، ويعلمون بأنهم على الحق وأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، مع أن يا جماعة الخير الأمر كان جدا صعب. كانوا الصحابة رضي الله عنهم من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما حد يطلع من الحفر إلين يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ إذنه، ما حد يقدر يروح النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل. فكان إذا اشتدت به الحاجة مرة إلى درجة قوية يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الشيء عكس المنافقين، المنافقين كانوا يتسللون ويشردون من دون إذن، وإذا انقفط قال عندي الفقرة 15 في انزلاق، يعني فأنا أتعب، يعني جاب عذر جدا تافه. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآن ووعيد شديد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحفر شيء صعب جدا، وإذا قد حفرت قبل كذا بتعرف أن الحفر شيء مو بسهل، تجلس تحفر 4 ساعات تعتقد بأنك حفرت شيء كبير وتلقى أن الحفرة جدا بسيطة، من غير الصخور اللي تواجه، واللي برضو واجهت الصحابة رضي الله عنه، واجههم صخرة كبيرة جدا ما قدروا يكسرونها، فتجمعوا عليها أقوياء الصحابة يضربونها بالفؤوس والمساحي وما قدروا فيها أبدا. فراحوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لنا هذه الصخرة جدا قوية ما قدرنا فيها يا رسول الله، جلسنا نضرب بالمساحي والفؤوس وما أفادت. تفكر النبي صلى الله عليه وسلم طلب فأس
واللمسحة ولا قال لهم حاولوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء، جابوا لها الصحابة رضي الله عنهم الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وتفل في الماء، وبعدها رفع يديه للسماء ودعا الله سبحانه وتعالى، وجلس يدعي يدعي يدعي، والصحابة رضي الله عنهم يطالعون في النبي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها أخذ الماء هذا كبكب على الصخرة فقط وقال احفر. يقولون الصحابة اللي حضروا هذا الموقف هو الذي بعثه بالحق نبيا، لن هالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحا، صارت زي التراب الباقي من صخرة شديدة إلى تراب مفتت. الموقف هذا خلى الصحابة يعود فيهم الحماس والقوة، لأنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيونه. فقاموا الصحابة يحفرون، وكان سلمان الفارسي من اللي أبدعوا في الحفر، وكان كل مجموعة من الصحابة على منطقة، وكان سلمان الفارسي على منطقة لوحده، كان يحفر المنطقة هذه لوحده من مهارته في الحفر. ومع الشغل المتواصل جاعوا الصحابة، جاهم الجوع، وفي السنة هذه ما فيها أكل، المدينة فاضية من الأكل، يعني ما في إلا أكل بسيط. فكان بعض الصحابة يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربط على بطنه الحجر، مو يروح يأكل، يبغى يربط فقط على بطنه الحجر من الجوع عشان يخفف ألم الجوع. كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحفر معه، وكان يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبه الجوع، وكان عند جابر شاه صغيرة، صغيرة الحجم مي كبيرة، شاه صغيرة ما فيها ذاك اللحم وشيء من الشعير. يقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقلبي ما طاوعني أني أشوفه زي كده ولا أقدر أتصرف. يقول فأمرت زوجتي أن تطبخ لنا الشاه هذه وتسوي لنا هذا الشعير خبز، وقلت لها أني شفت النبي صلى الله عليه وسلم مسه الجوع. في يوم تجهز الأكل وصار جاهز، راح جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قد صنعت لك يا رسول الله طعام، تعال يا رسول الله وخذ معك واحد ممن تحب. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد جابر ونادى في الصحابة أجيبوا جابر يدعوك. فقام المنادي ينادي 3000 رجل يجون يأكلون في بيت جابر رضي الله عنه، الشاه الصغيرة هذه قطعة الخبز البسيط. يقول جابر فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها الفضيحة، خلاص انفضحت، جلست أندب حظي وقول يا فضيحتي النبي ناداهم كلهم والأكل ما يكفي واحد. فركض جابر رضي الله عنه لزوجته يقول لها إن 3000 رجل من الصحابة جايين يأكلون الأكل. فقالت زوجته أنت دعوته؟ ما قلت لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي؟ قال جابر مو أنا اللي دعاه، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. فقالت زوجته إيه دام النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم. جلس جابر رضي الله عنه على أصحابه، وصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه 10 من أصحابه وقال لجابر يا جابر اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا من التنور الخبز ثم غطوا، يعني لا حد يشوف، غطوا القدور بعد ما تغرفون منها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، فكان كل شوية يدخل 10 يأكلون من الأكل إلين يشبعون ويخرجون ويغرفون من جديد، وجلسوا على هذا الحال حتى أكل قرابة 3000 رجل من الصحابة، أكلوا وشبعوا والقدور مليانة ما نقص منها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وزوجته كلوا وأهدوا، يعني كل اللي تقدرون عليه وأهدوا البقية. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد على لسانه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. فيردون الصحابة عليه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ترى هذه المواقف عجيبة جدا والأجواء مليئة بالإيمان والإخلاص والتوحيد، يعني يكفيك هذا الموقف 3000 رجل على شاه وقطعة خبز، يعني هذه الوجبة يلا يلا تكفي شخص، كيف لك ب3000 رجل. جلسوا الصحابة رضي الله عنهم يحفرون إلين جاء الليل، وصلوا الصلوات وباتوا في ذيك الليل. صحي الصحابة اليوم الثاني على شغل وجوع، وصل بهم الجوع إلى مراحل قوية جدا، ما في أكل يأكلونه، بس كان لازم يسرعون في الحفر لأن الوقت كان مو معلوم لهم، في أي وقت المشركين بيظهرون عليهم فلازم أنهم يسرعون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجس اسمها الكبير يضرب في صخرة بالمسحاف في حجر صلد قوي ما قدر فيه عمر بن الخطاب يضرب فيه بأشد قوة بس ما قدر فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول من عمر رضي الله عنه بعد ما شاف عزه في كسر هذا الحجر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده بهذا المعول فضرب الحجر، فطلع من الحجر مثل البرق مثل الشرار وانكسر ثلث الحجر. فانتبه سلمان الفارسي لهذا الشرار لهذا البريق وجلس يناظر باستغراب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم
تكلم وضرب بالضربة الثانية، فطلع شرار وانكسر ثلث الصخرة، وسلمان الفارسي مندهش من اللي جالس يشوفه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة، فطلع شرار من الصخرة مثل البرق وتكسرت الصخرة. سلمان الفارسي مندهش من اللي شافه، فقال يا رسول الله كل ما ضربت ضربة طلع مثل البرق، ما هذا يا رسول الله؟ كل ضربة أضاءت ما تحت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد رأيت ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت في الأولى قصور الشام، في أول ضربة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام، ثم رأيت في الثانية قصور اليمن، ثم رأيت في الثالثة قصور كسرى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم قصر كسرى لسلمان الفارسي، وهو يعرف قصر كسرى هو فارس. قال سلمان رضي الله عنه صدقت والذي بعثك بالحق وأشهد أنك رسول الله. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح في قصور كسرى. قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني هذا يا رسول الله؟ إيش يدل عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعد يا سلمان. وهذا فعليا اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت اليمن والشام وكسرى. استمر الصحابة رضي الله عنهم والنبي بالحفر، وجلسوا يحفرون ويجتهدون في الحفر إلين انتهوا من الحفر بفضل الله سبحانه وتعالى. فصار المسلمين الحين محوطين بجبل من الخلف وجبلين من الجنب وخندق من الأمام، بس كان في منفذ اللي هو من عند بني قريظة. يعني بني قريظة كان يعتبر منفذ من الخلف، بس كانوا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم متطمنين بأن بينهم وبين بني قريظة عهد وعقد، أهم شيء إنهم الحين انتهوا. كانوا مهلوكين من الجوع والتعب. فمرت بنوتة صغيرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدها شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي يا بنية ما هذا الذي معك؟ فقالت يا رسول الله تمرات بعثتني بها أمي لأبي وخالي عشان يتغدون عليها. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال لها هاته أعطيني التمر. فحطت البنوتة الصغيرة هذه التمرات في يد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تمرات قليلة جدا، ما مل التمر يد النبي صلى الله عليه وسلم من قلته. ففرش النبي صلى الله عليه وسلم ثوب على الأرض وحط التمرات القليلة هذه في الثوب الكبير هذا، وقال لواحد أصرخ في أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء، غداء على التمرات البسيطة ذي هذه، يلا يلا تكفي نص بطن. فاجتمع أهل الخندق كله قرابة 3000 رجل على التمرات البسيطة هذه اللي أرسلت لشخصين. يقولون الصحابة اللي حضروا هذا الموقف جعلنا نأكل من التمر، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. بارك الله سبحانه وتعالى التمرات البسيطة القليلة هذه إلى درجة أن يخرج التمر ويتساقط عن الثوب، فأكل أهل الخندق كلهم إلين شبعوا من التمرات البسيطة. وكسر هذا الهدوء والسلام في المؤمنين خبر جاء لهم بأن قريش قربت وأن الأحزاب تحزبت وصارت قريبة منهم. فتجمعوا الصحابة بالسهام والحجارة والرماح حول الخندق، فصار المهاجرين في طرف والأنصار في طرف، وحوطوا بالخندق من أوله إلى آخر. بس المشركين ما كانوا عارفين إيش اللي منتظرهم، ما كانوا يدرون إيش اللي قدام، ما كانوا يعرفون أن قدامهم خندق عميق والصحابة منتظرين اللي بالجيش جاي من آخر الدنيا، جيش كبير جدا 10,000 محارب. حلفوا بالله ما ينسحبون إلين يجيبون رأس محمد، بس انصدموا بخندق عميق جدا أمام، فطاح بعضهم تحت واللي وقف وسقط وتكسر. حصلت الحوادث يوم وقفوا عند الخندق لأن الخندق كان عميق جدا. وقفت قريش وطالعت في هذا المنظر، شيء جديد على العرب ما عمرهم شافوه، أول مرة يشوفونها العرب، إيش هذا الخندق؟ فرجعوا سادة قريش يتناقشون مع بعض، إيش الموضوع؟ ما نعرف طريقة القتال هذه، ما عمرنا عرفناها أصلا. قام أبو سفيان في سادة القبائل فجلس يناقشهم في موضوع هذه المعركة، وقرروا يخيمون إلى الليل، وبدوا يتناقشون في ذيك الليلة في خطة. هلقي خطة؟ فقام حويي بن أخطب قال أنا عندي خطة، خطتي مع بنو قريظة، أنا أعرف المدينة كويس، في منفذ من الخلف من عند بني قريظة، بس إن بينهم وبين محمد عهد وعقد بأنهم يوقفون معه. بس يا أبو سفيان أنا أعتقد أن هذه الفكرة كويسة، أنا بروح لبنو قريظة وأحرضهم على أنهم ينقضون العهد. وفعليا راح حيي إلى بني قريظة، بس أول ما سمع سيد بني قريظة أن حيي جاي في الطريق قفل الحصون، قفلها كلها. جلس حيي ينادي على كعب من خلف الحصون، ينادي يا كعب، اللي هو كان سيدهم كعب بن أسد، يا كعب رد علي يا كعب، أنا حيي، ويحك يا كعب افتح لي. قال كعب إليك عنا، إليك عنا يا حيي، إنك رجل مشؤوم وماني بناقض العهد اللي بيني وبين محمد، فما رأينا من محمد إلا الوفاء والصدق، وما رأينا منك إلا الخيانة، فقد خنت قومك وكنت سبب في إجلائهم، فاغرب. قال حيي يا كعب، يا الله يا كعب افتح لي، طيب خليني أكلمك. رد عليه كعب ما أنا بفاعل، اغرب. قال حيي والله ما
تبغى تفتح لي إلا أنك ما تبغاني آكل من أكلكم وأشرب من شربكم، وأنتم تعلمون بأنها سنة قحط. والله إنك لبخين، فاشتب الغضب في كعب. إلا البخل، هذه ما هي من صفاتنا. افتح الحصون خلونا نشوف إيش عندك. فقال حيي لكعب: ويحك يا كعب، أتيتك بعز الدنيا، جيش كبير 10,000 محارب. لقد تحالفنا مع القبائل ودخلنا بين أستار الكعبة يا كعب، إن ما حد يخون الثاني أبدا وإنا لصادقون. قال كعب: والله لو تتروش بالزمزم. وخر عني، لست بفاعل، ما بخون محمد، وخر عني. قال حيي: يا كعب اسمعني، أنت ما تفاعل، خليني أشرح لك. وجلس يحاول فيه ويقول له إن الخطة مضمونة وإن لك علي، إن إذا حصل لكم شيء وإن سحبنا إني لا أدخل معك الحصن ولا أموت معك. جلس يقنع فيه إلين اقتنع كعب وهو كاره، وافق. ورجع حيي إلى قريش يقول لهم بأن بنو قريظة وافقوا على نقض العهد. بدأوا الصحابة يلاحظون ملامح الغدر على بني قريظة، بدأوا يدخلون حصونهم ويقفلون. فراح بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون للنبي عن هذه التصرفات وإن في احتمالية غدر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لبني قريظة يكلمهم في الأمر، يقول لهم: إيش عندكم؟ إيش فيكم قاعد تسوون هذه الحركة؟ فراح هذا الرسول لبني قريظة قال لهم: يا بني قريظة، كيفكم مع عهدنا، عهد محمد؟ فطلع كعب قال: من هو محمد؟ ما نعرف محمد، عهدنا مع الأوس ليس مع محمد، فلا نعرف محمدا. خلاص هنا بان الغدر، واضح كلام صريح بالغدر بأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هذا الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي بغدر بني قريظة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما يطلعون هذا الخبر لأحد ويبقى الخبر سر بينهم. ناموا في الليل وكان الجوع يقطع بطون الصحابة والتعب والإرهاق والخوف، فكانوا الصحابة تعبانين لدرجة قوية. بس أول ما صبحوا صباح اليوم الثاني صحيوا على فاجعة، فخرجوا الصحابة من خيامهم على أمر عظيم ما كان أحد متوقع. الين هنا ما وصلنا لنهاية القصة، لأن راح يكون بإذن الله لها جزء ثاني، والقصة طويلة جدا على أني أكملها في مقطع واحد، فبإذن الله راح نكملها في الجزء الثاني الجمعة الجاية بإذن الله. الين هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.